تحية طيبة مشاهدينا الأفاضل، مرحبا بكم إلى حصة الصحافة لهذا اليوم، والتي نستعرض فيها معكم كما العادة أبرز ما تناولته بعض الصحف المغاربية والعربية والغربية. بداية من الصحف الجزائرية ومن صحيفة آخر ساعة، تعنون في أعلى الصفحة: فيما بلغت صادرات المركب أزيد من 22 مليون دولار لمختلف الدول خلال سنة 2023، علي عون يشرف على استرجاع عقار صناعي بمحيط سيدار الحجار. وفي قضية الاستيلاء على المحجوزات بالمحكمة، إيداع زوجة المتهم الرئيسي وابنته الحبس المؤقت، والتحقيقات متواصلة بولاية عنابة. في عنوانها البارز تعنون آخر ساعة: أحكام نهائية لولد قدور وعمار غول، المحكمة العليا ترفض الطعون في ملف سونا تراك، وزير العدل يكشف عن جديد قانون النفقة. وفي ذات الصحيفة في العنوان الرياضي والذي اهتمت به كل الصحف الجزائرية الصادرة هذا اليوم: نهائية كأس أفريقيا للأمم بكوت ديفوار 2023، الجزائر أنغولا تعادل إيجابي، الخضر يسقطون في فخ التعادل في بداية مشوار الكان. وإلى صحيفة الاتحاد: رفع عدد الأطباء الإخصائيين لفائدة مناطق الجنوب، ودراسة ملفات العقار الاقتصادي رقميا آلية لمحاربة البيروقراطية، سيتم تفعيل منصة خاصة قبل نهاية الثلاثي الأول، وعدد المشاريع الاستثمارية في ارتفاع مستمر، والمنصة الرقمية وسيلة لتذليل العقبات. 167 مليار سنتيم خسائر دور المعلم خلال 22 سنة بسبب الفساد. التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة، الشروع في تأهيل 16 دار المعلم وإنجاز 3 جديدة. برلمانيا: مجلس الأمة الجزائري يواصل جلساته العلنية هذا اليوم للمصادقة والمناقشة على مشاريع قوانين. ووفاة 6 أشخاص وإصابة 170 آخرين بجروح خلال 24 ساعة في حوادث المرور. وإلى صحيفة الجمهورية: الرئيس عبد المجيد تبون يستقبل رئيس حزب صوت الشعب بطلب من هذا الأخير. في عنوانها البارز تعنون الجمهورية: الصلد عشوائية العروض، تجار يلجؤون إلى تخفيض الأسعار دون ضوابط تحمي المستهلك. وأبواب مفتوحة على مواقع البطولة بمعسكر، تاريخ مقاومة الأمير عبد القادر. رياضيا: تصحيح الأخطاء بتحسين الأداء، الجزائر أنغولا. وإلى صحيفة الوسط: منصة رقمية مخصصة لإيداع طلبات الحصول على العقار الاقتصادي. المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر رقاش هذا ما قاله. والنائب عن حركة مجتمع السلم صليحة قاشي تقول بأن قانون النفقة الجديد ينصف المطلقات، مليون طفل جزائري محروم منها. وأساتذة يتقاضون أجورا دون تكليفهم بأي مهمة، عدم تصحيح وضعيتهم لأسباب غير معروفة، عدم توافق في إعداد الخارطة المدرسية وواقع الهياكل. وكذلك في نفس الصحيفة: معالجة ملف السكوار سيعزز الاستقرار المالي في الجزائر وفق الخبير المالي نبيل جمعة. ختاما في الصحف الجزائرية من صحيفة أصداء الملاعب التي خصصت غلافها لمقابلة الجزائر وأنغولا، وتعنون: الجزائر واحد أنغولا واحد، الخضر يعجزون عن الانتصار في بداية المشوار، الخضر يدخلون بقوة وبنجاح يجسد السيطرة، وبنطالب يتسبب في ركلة جزاء، وما بولولو يعدل الكفة. في ذات الصحيفة الرياضية: فارس شايبي أفضل لاعب في المباراة، وشايبي يقول بأنه متحسر كثيرا على هذا التعثر، والجائزة لا تعني شيئا، لم نعاني بدنيا، ونحن من فسح لأنغولا المجال للعودة في المباراة. ونستعرض الآن مشاهدين الأفاضل عناوين بعض الصحف الصادرة في تونس وليبيا والمغرب وموريتانيا. بداية من المغرب ومن صحيفة المساء: البي جي دي حزب العدالة والتنمية يقول ملف إسكوبار الصحراء يكشف محاولات للسطو على مؤسسات الدولة من طرف من وصفها بمافيات الفساد وتجار المخدرات.
واعتقال سائق سيارة أجرة صغيرة بمدينة الرباط العاصمة حاول سرقة زبون وتسبب في حادث سير وجرح 6 آخرين، وتداعيات الحرب في غزة على المشهد العالمي، وحصيلة 100 يوم من العدوان على غزة ترتفع. إلى صحيفة بيان اليوم، أسعار اللحوم الحمراء في المغرب تلهب جيوب المواطنين بعد تعليق الحكومة دعم استيراد الأبقار والأغنام، وإشادة دولية ووطنية بانتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان الأممي، والسلطات المحلية في الدار البيضاء تهدم بيوتا عشوائيا تحيط بضريح سيدي عبد الرحمن. وفي الشأن الحزبي، قيادة التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي تواصلان المسار على درب تشكيل جبهة إصلاح الفضاء السياسي، وأسود الأطلس ترفع وتيرة الاستعداد للمباراة الأولى ضد تنزانيا غدا الأربعاء. إلى تونس، ومن صحيفة الصباح، النواب سيعدلون نقاطه المثيرة للجدل، هل يفرج أخيرا عن قانون الصلح الجزائي تتساءل الصباح، والتي تعنون أيضا زيارة وانغ يي تطلع لمضاعفة الصين استثماراتها في تونس، وملف الفساد فتح التحقيقات القضائية سابق لزيارات قيس سعيد أم لاحق لها، وتفاصيل ترفيع الكنام في سقف مصاريف العلاج. اقتصادياً، صناعة مكونات السيارات في تونس أسواق جديدة في الأفق، وما حقيقة حافل التمييز وفصل الإناث عن الذكور في سوسة تتساءل الصباح، التي اهتمت بالشق الرياضي وكتبت تونس ناميبيا 6 اليوم حذاري من المفاجآت. وإلى صحيفة المغرب، بعد تقديم دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، النظام الدولي على المحك، مشروع قانون تنقيح مرسوم الصلح الجزائي في تونس بعد إدخال تعديلات على بعض الفصول، اليوم جلسة عامة في البرلمان للنظر في مشروع الرئيس. عربيا، حرب غزة في يومها 2 بعد 100، تجاوز الحصيلة 24,000 شهيد، اشتعال جبهة البحر الأحمر، فهل ستنجح المبادرة الصينية في التهدئة؟ والتحالف الدولي ضد الحوثيين يهدد بتوسيع رقعة العمليات الحربية. وإلى ليبيا، صحيفة الصباح في أعلى الصفحة تعنون إطلاق الاستعلام الوطني حول إصلاح سياسة الدعم على المحروقات، وتواصل أعمال الشفط في المناطق المتضررة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية بمدينة زليتن. عربيا، فشل قوات الاحتلال في تحقيق أهدافها، وحرب الأنفاق ما تزال في بدايتها بعد 100 يوم من بداية العدوان. وإلى صحيفة الوسط، اختتام الاجتماع 4 للجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية في زوارة بمشاركة المبعوث الأممي باتيلي، بحيث اختتمت بمدينة زوارة مساء أمس الاثنين أعمال الاجتماع 4 للجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية برئاسة عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، وبحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي. وحضر الاجتماع أيضا وزير الخارجية الكونغولي جان كلود جاكوسو، الذي تترأس بلاده اللجنة رفيعة المستوى حول الشأن الليبي المكلفة من قبل الاتحاد الإفريقي، وكذلك مستشار الاتحاد الإفريقي للمصالحة محمد حسن اللبات، وعضو مجلس النواب عبد المنعم بلكور وهناء أبو ديب، وأعضاء اللجنة التحضيرية الممثلين أو الممثلون لجميع الأطراف الرئيسية. ختاما، في الصحف المغاربية من موريتانيا ومن صحيفة الشعب، إطلاق البرنامج الخاص لدعم صمود المجموعات القروية في ولاية الحوض الشرقي. وفي العلاقات الثنائية بين موريتانيا والسنغال، الرئيس السنغالي يغادر نواكشوط بعد زيارة صداقة وعمل للبلاد، وتآزر تطلق حزمة من المشاريع الاجتماعية لصالح الساكنة في حي حياته الجديدة بمقاطعة توجنين. إلى صحيفة أنباء إنفو، مالي تعرض شروطا لإنهاء الأزمة مع الجزائر. وكتبت الصحيفة بوساطة قطرية، عاد السفير الجزائر الحواس رياش إلى باماكو في 5 يناير 2024 بعد أن تم استدعاؤه من قبل سلطات بلاده للتشاور. الجزائر، كما هو واضح تضيف الصحيفة، خافت أن يتحول الخلاف الدبلوماسي مع مالي إلى أزمة سياسية مفتوحة،
لكن عودة السفير الجزائري لم تقنع مالي بصدق نوايا جارتها الجزائر، وتقدمت بشروط جديدة لإعادة علاقات البلدين إلى طبيعتها قبل حادث سحب السفراء المتبادل. وجاء أمس الاثنين في صحيفة مالي ويب المقربة من حكومة باماكو أنه من أجل التعايش السلمي مع الجزائر نطالب باتخاذ الإجراءات الملموسة، ومن بينها القبض على جميع الإرهابيين الذين فروا من كيدال ولجأوا إلى الجزائر، وتسليم جميع الإرهابيين الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال من النظام القضائي المالي إلى مالي، وإغلاق حدودها للسماح للقوات المسلحة المالية بتعقب الإرهابيين والقضاء عليهم، وتبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتجنب التورط في الشؤون الداخلية لمالي كما كانت تفعل خلال 30 سنة الماضية مع الأنظمة الديمقراطية المتعاقبة، وفق ما كتبت الصحيفة نقلا عن الصحيفة المالية. أما الآن فإلى عناوين بعض الصحف العربية الدولية، ونبدأ من صحيفة الشرق الأوسط. بلينكن وزير الخارجية الأمريكي يطالب بتعيين نائب للعباس، ومصدران للشرق الأوسط يقولان بأن السلطة المتجددة خيار واشنطن الوحيد لإدارة غزة. في الشأن العراقي، بعد انتقال الخلافات إلى الأطراف الشيعية، رئاسة برلمان العراق تطلق معركة التخوين، والحكومة السويسرية نشرت 5000 جندي دافوس قلعة حصينة أيام منتداها. وفي الشرق الأوسط، صاروخ حوثي يصيب سفينة أمريكية في خليج عدن، وهجمات الجماعة مستمرة رغم الضربات والتحذيرات الدولية. وكذلك انطلاق التمهيدية يختبر فرص ترامب، أنصاره في آيوا متمسكون به رغم متاعبه. إلى صحيفة العرب، هل توسع بريطانيا قرار حظر حزب التحرير ليشمل جماعة الإخوان؟ الموقف من الحزب دليل على تغير المزاج البريطاني تجاه الجماعات الإسلامية. توسيع بريطانيا دائرة الحظر عن حزب التحرير إلى الإخوان إن حصل سيشجع دولا أخرى على اتخاذ الخطوات نفسها، وفق الصحيفة. في تونس، قيس سعيد ينجح في إفراغ شهر الغضب الدائم من زخمه الثوري. سعيد يتحرك في الأحياء الشعبية والمناطق النائية وكأنه عقد اتفاقا مع شعبه على التحلي بالصبر إلى حين تجاوز الأزمة، وفق ما تصف الصحيفة، والتي عنونت في الشرق الأوسط غزة ما بعد حماس وإسرائيل النازحون يشعلون البلاستيك والحطب للتدفئة. إذا أمطرت بغزارة سيموت الناس من البرد، وإذا اجتاح الإسرائيليون المنطقة سيهرب النازحون باتجاه الحدود مع مصر. وإلى صحيفة النهار، لبنان أسير الميدان ونصر الله شل وسطاءه. العشاء العائلي في كليمينسو يجمع جنبلات وفرنجية بعيدا عن الإعلام، والسفير السعودي يقول لن نوفر جهدا لمساعدة لبنان لحل ما يعانيه من أزمات. والحرس الثوري الإيراني يطلق صواريخ باليستية مستهدفا مراكز تجسس في أربيل وفي حلب. وغالانت يتوقع انتهاء المرحلة المكثفة من حرب غزة قريبا، بينما الحوثيون يعلنون استهداف سفينة أمريكية، والبنتاغون أكد إسقاط صاروخ كروز. ونتحول الآن مشاهدين الأعزاء إلى عناوين بعض الصحف الغربية، ونبدأ بصحيفة ديلي تيليغراف البريطانية التي عنونت نائب رئيس حزب المحافظين يثير الجدل بشأن مشروع قانون رواندا. تعرضت سلطة ريشي سوناك للطعن يوم الاثنين عندما أعلن نائبان لرئيس حزب المحافظين أنهما سيتمردان على مشروع قانون رواندا. كشف لي أندرسون وبريندان كلارك سميث أنهما وقع على تعديلات المتمردين لتشديد التشريعات، مما يشكل تحديا فعليا لرئيس الوزراء لإقالتهما من مناصبهما الحزبية. وسيبدأ النواب البريطانيون يومه الثلاثاء مناقشة لمدة يومين تعديلات على مشروع القانون الذي يريد ريشي سوناك إقراره في أقرب وقت ممكن لإرسال رحلات الترحيل إلى رواندا في الربيع. وأضاف أندرسون وكلارك سميث اسميهما إلى قائمة تضم أكثر من 60 نائبا متمردا من يمين الحزب يدعمون الإجراءات التي تجعل من الصعب على المهاجرين الطعن في ترحيلهم وعرقلة أوامر القضاة الأوروبيين الخاصة بالرحلات الجوية تلقائيا.
وإلى صحيفة لو فيغارو الفرنسية، إذ من المقرر أن يعقد الرئيس إيمانويل ماكرون مؤتمرا صحفيا مساء اليوم الثلاثاء في قصر الإليزيه، يعتبر لقاء مع الأمة، وهو تمرير نادر ما يقوم به منذ 2017، والفرصة سانحة لإعطاء تفسيره السياسي وتوجهاته لهذه المرحلة الجديدة من ولايته. فقبل الأعياد وعد إيمانويل ماكرون بلقاء غامض مع الأمة، هذا الثلاثاء، وهو جدول غير عادي إلى حد ما، ولكنه يهدف إلى التأثير بشكل مباشر على أكبر عدد ممكن من الشعب الفرنسي. وسيعقد رئيس الدولة مؤتمرا صحفيا في الإليزيه لمحاولة شرح مساره مرة أخرى، في حين أن بعض الناس حوله يعتقدون أن الحملة الرئاسية هي الغرض، أو بالأحرى غير الحملة لم تسمح بذلك حقا. وإلى صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، انتخابات 2024، ترامب يسجل فوزا قياسيا في ولاية أيوا. إن فوز دونالد ترامب يجعله أقرب إلى مباراة العودة التي يريدها مع الرئيس بايدن. أنهى رون دي سانتيس السباق بفارق ضئيل عن نيكي هالي، وهي مفاجأة. فبعدما يقرب من عام من الحملات الانتخابية وأكثر من 123 مليون دولار من الإعلانات والنهاية المخزية والمتجمدة كما تقول الصحيفة، انتهت المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا مع بداية السباق. أعلن فوز دونالد ترامب المرشح الأوفر حظا قبل معظم الانتخابات. أما الآن مشاهدينا الأفاضل، نستعرض معكم بعض التدوينات والتغريدات لهذا اليوم. بداية من تغريدة أنطونيو غوتيريش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، الذي غرد: نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، لضمان وصول المساعدات الكافية إلى حيث تكون هناك حاجة إليها أو حاجة إليها، لتسهيل إطلاق سراح الرهائن ولإخماد نيران الحرب الأوسع. وإلى تغريدة الدكتور علي القرداغي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي غرد: خلال الأيام القادمة سنطرح على دول إسلامية كبرى مثل تركيا وماليزيا وأندونيسيا عدة مشاريع لدعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى أننا طرحنا على الدول العربية والإسلامية المطلة على البحر المتوسط فكرة أننا نحن في الاتحاد مستعدون لترتيب وتجهيز 50 سفينة كبيرة محملة بالمواد الغذائية والطبية وخدمات الإيواء للشعب الفلسطيني، وذلك من خلال علاقاتنا مع المؤسسات الإسلامية الخيرية والعالمية، ونحن جاهزون لتنفيذ هذا المشروع. وإلى تغريدة يوسي فاردي، وهو من أبرز شخصيات قطاع التكنولوجيا في إسرائيل، حيث غرد: أريد أن أرى الحرب في غزة تنتهي، الحرب لا تفيد أحدا، تحتاج حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية إلى حماية المؤسسات الدولة أو مؤسسات الدولة، وإلا فإن كل شيء سوف ينهار، بما في ذلك قطاع التكنولوجيا. قبل التوغل البري تحدثنا أن التوغل في غزة ليس سهلا، وستطول الحرب وتسبب التعبئة العامة بأضرار كبيرة لقطاع التكنولوجيا في إسرائيل، لأن معظم جنود الاحتياط هم من الأيدي العاملة في القطاع التكنولوجي بإسرائيل. وإلى تغريدة المدون والناشط المغربي عبد الرحمن، الذي غرد: إن مصاريف الحج لهذا الموسم وصلت إلى 66,800 درهم، حوالي 6,500 دولار. هذا المبلغ يعرف كل من يعيش في المغرب أنه كبير جدا، ويفوق قدرة الطبقة الفقيرة وحتى المتوسطة، فالوحيدون القادرون على أداء مناسك الحج بهذه الأسعار هي الطبقة الغنية. الصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام بمضاعفة تكاليف الحج، حيث أصبح السفر إلى أقصى الأرض أيسر وأهون على المسلم من سفره لأداء مناسكه. وإلى تغريدة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، سجل الدور الأول من الانتخابات المحلية تواصل لنسق الاعتداءات مقارنة بالانتخابات التشريعية السابقة في دورها الأول، حيث سجلت وحدة الرصد خلال الفترة الممتدة من 2 ديسمبر إلى 27 منها 28 اعتداء على الصحفيين والمصورين الصحفيين. توزعت الاعتداءات إلى اعتداء وحيد خارج يوم التصويت، و27 اعتداء خلال يوم التصويت للدور الأول للانتخابات المحلية. طالت الاعتداءات خلال فترة الدور الأول من الانتخابات المحلية 22 ضحية، ويعمل ضحايا الاعتداءات في 12 مؤسسة إعلامية تونسية.
وختاما أعزائي المشاهدين، أترككم مع هذه الرسومات التعبيرية، وبها أودعكم على أمل اللقاء بكم في مناسبات قادمة. دمتم بخير والسلام عليكم.